أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء، ونتوقف هذه الليلة عند سلوك يمارسه مكتب رئاسة الجمهورية، وهو حذف كل ما يتعلق بتأكيد السفراء وكذلك أيضا مسؤولي الدول حول وحدة البلاد. تنشر مواقع تلك الجهات مثل السفير الأمريكي مثلا حين يقابل رئيس الجمهورية يقول ونؤكد على وحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، لكن الرئاسة اليمنية حين تنشر خبرا في وكالة سبع عن هذه الاجتماعات تحذف تماما كل ما يتعلق بالوحدة. آخر هذه الأحداث هي لقاء رئيس الجمهورية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. أمين عام مجلس التعاون الخليجي نشر خبرا وقال فيه بأن مجلس التعاون يؤكد ويلتزم بوحدة وسيادة الأراضي اليمنية، لكن الخبر في وكالة الأنباء اليمنية سبع ومن مكتب الرئاسة يحذف هذه الصيغة ويؤكد على أمن واستقرار اليمن، وكأنه يتحاشى الحديث عن وحدة البلاد. هل هو تنازل من قبل مجلس القيادة الرئاسي أم هو تنازل فقط من قبل الرشاد العليمي باعتباره رئيس المجلس، وإلى أين قد يقود أو يؤدي هذا التنازل غير المطلوب منه؟ إذا كان العالم يؤكد على وحدة اليمن، فلماذا أنت كرئيس اليمن وملتزم بالدستور تتخلى عن هذا الحق وهذا التأكيد الذي يأتي من الآخرين ولا يأتي منك كرئيس الجمهورية؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذ دكتور عبد الوهاب العوج، الأكاديمي والمحلل السياسي وكذلك أيضا القيادي في حزب البعث. أهلا بك دكتور عبد الوهاب. حياك الله أستاذ عبد الله، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. نعم، كما أرحب أيضا بالعميد الركن محمد عبد الله الكميم، الخبير العسكري المعروف. أهلا بك عميد الركن محمد عبد الله الكميم. أهلا وسهلا أخي الكريم، وتحياتي لك ولضيوفك الكرام وعبركم للمشاهدين الكرام. نعم، كما أرحب أيضا بالأستاذ محمد الصالحي، رئيس تحرير صحيفة مهرب بريس. أهلا بك أستاذ محمد. مساء الخير أخي عبد الله وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. نعم، إذا اسمحوا لنا أن نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود معكم ومع السادة المشاهدين. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، انحرف مسار المشروع الوحدوي وأفرغ من مضمونه وقيمته التشاركية بعد حرب صيف 94. هكذا تصريح ورد على لسان رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في خطابه عشية ذكرى عيد الوحدة، على أن عبارة مثل هذه كان يمكن اعتبارها جزءا من لغة دبلوماسية جاءت في سياق خطاب هدفه حشد الجميع نحو صفاف موحد يقفز فوق أحداث الماضي، لولا أن تبعتها عبارات أخرى أدانت في مضمونها المشروع الوحدوي وقزمته بشكل صادم لكل اليمنيين. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك، فقد حذفت وكالة سبا الحكومية مؤخرا تصريح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسية الذي كان قد أكد فيه على وحدة وسيادة اليمن والمرجعيات الثلاث. قبل ذلك كانت الوكالة ذاتها التي تعد نافذة الإعلام الرسمي للجمهورية اليمنية قد حذفت نهاية أبريل الماضي تأكيداً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موقف مصر الداعم لسيادة ووحدة اليمن. انتهاج هذا الأسلوب في الأخبار والتصريحات الرسمية للمجلس الرئاسي بدا كما لو كان سياسة رسمية انتهجها المجلس مؤخراً، هدفها طمس كل ما يتعلق بالوحدة كأحد الثوابت الوطنية، وهو موقف خطير خصوصاً وأن من يتبناه هو رئيس الجمهورية الذي جاء وفق إعلان نقل السلطة بهدف تثبيت دعائم الوحدة والجمهورية. مكونات سياسية انتقدت هذا النهج غير المسبوق في الموقف الرسمي، حيث اعتبر رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح الأمر بمثابة سابقة تاريخية، خصوصا في الوقت الذي يجدد الأشقاء والأصدقاء في العالم وقوفهم مع اليمن كدولة وكيان ومركز قانوني بثوابته القائمة.
فيما يتخلى رموز الدولة عن هذه الثوابت مضيفا أن من يفرط اليوم بجزء من الثوابت سيفرط غدا بآخر. فهل أصبح المجلس الرئاسي والرئيس العليمي في مهمة رسمية لتبني خطاب متوائم مع خطاب المجلس الانتقالي المنادي بانفصال اليمن؟ يتساءل اليمنيون وهم يستعيدون في ذاكرتهم أن المجلس ذاته منذ قدومه لم يتردد في إيقاف المعركة مع ميليشيا الحوثي بحثاً عن سلام مجهول المصير، فهل يستمر بالتفريط في الثوابت واحدة تلو أخرى لصالح من ومقابل ماذا؟ لعل الأيام والمواقف القادمة كفيلة بالإجابة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأجدد الترحيب كذلك أيضا بضيوفنا الأعزاء، وأبدأ معك أستاذ محمد الصالحي عبر الهاتف، باعتبار أن وكالة الأنباء اليمنية سبأ نفت أن تكون هي المسؤولة عن هذا الحذف، وقالت أن مكتب الرئاسة هو المسؤول عن هذه الصيغة. أنت كمتابع وكصحفي، هل تجد أن تبرير وكالة الأنباء اليمنية سبأ صحيح، وأن الأخبار تأتي جاهزة ومعلبة من رئاسة الجمهورية متنازلة عن مسألة تأكيد السفراء ومسؤولي الدول على وحدة وسلامة أراضي اليمن؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع محمد الصالحي، سأعود إليه بهذا السؤال، لكن أذهب إلى الأستاذ دكتور عبد الوهاب العوج، القيادي الحزبي المعروف في حزب البعث والأكاديمي والمحلل السياسي، وكيف ينظر أيضا إلى هذا التنازل غير المطلوب من مكتب الرئاسة عن التأكيد على وحدة البلاد في الأخبار الرسمية المتداولة عن أنشطة رئيس مجلس القيادة؟ طبعا هو تفريط خطير وخطير جدا. أنا كنت في لقاء معك ليلة ذكرى الوحدة اليمنية، وقلت أن خطاب الدكتور رشاد جافته كثير من الحقائق، وأنهم كسياسيين فرطوا في مفهوم الوحدة وأساءوا إليها بكل تشكيلاتهم، في الأحزاب كلها التي كانت مراكز القوى الموجودة في صنعاء وفي عدن، لكن لا تتحمل الوحدة أخطاء السياسيين وأخطاء القادة والساسة. ويعني كنا نتحدث في قنوات أخرى أن الدكتور رشاد العليمي قد بالغ في دغدغة مشاعر الانتقالي بالتفريط في ثوابت وطنية، هذه الثوابت هي أساس وجوده ووجود مجلس القيادة الرئاسي. التفريط حتى فيما يقوله الآخرين لنا من أنها تمتلك الجمهورية اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، هذا المركز القانوني، هذا المركز الشرعي الذي لا يمكن التنازل عنه، ولو كان الأمر بهذه السهولة لانفصلت دول يعني وتشتتت وتوزعت وتمزقت. هذا الذي يحدث الآن سواء في وكالة سبيل الأنباء أو في المكتب الرئاسة، في رئاسة الجمهورية، في قيادة من يقود ذلك المكتب وعلى رأسهم الدكتور رشاد العلي، الدكتور يحيى الشعيبي، يتحملون مسؤولية تاريخية في أن هذه الأمور لا يجب التلاعب بها. الألفاظ مهمة جدا، أتت القمة العربية في جدة وخرج البيان بدون التأكيد على وحدة اليمن وسيادة اليمن وسيادته على أراضيه وجزره، هذه الأمور لا يجب التلاعب فيها، لأنها التلاعب فيها التلاعب بالنار. ماذا أبقوا للحوثي؟ الحوثي سيجيش اليمن كلها ليقول أن هؤلاء فرطوا في السيادة اليمنية وفرطوا في الوحدة اليمنية، ونعود إلى مربع القتال كما حدث في 94 حول مفهوم الانفصال والذي أعلنه علي سالم البيض يوم 21 مايو، وهذا الذي حشد الشعب اليمني لمقاتلة تلك المجموعة التي أرادت الانفصال. وبالتالي فنحن الآن نعطي الحوثي مشروعية من حيث ما ندري. اسمح لي، لكن ربما هو تكتيك لفظي فقط، كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة الوحدة قالت أن الاحتفال بالوحدة هو تأكيد على الوضع القانوني ومركزية الدستور في مسألة الوحدة، إنما هو يتخلى عن صياغة لفظية في خبر، لكن هو ملتزم كما جاء في كلمة بالوضع القانوني والدستوري للدولة، أليس هذا كافيا؟ المركز القانوني للجمهورية اليمنية ثابت وموجود، وكل المؤسسات ومنها مثلا مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة، كل الدول لا تؤمن بهذا الذي يظهر من دعاوى، سواء كانت في مجموعات انفصالية أو مجموعات انقلبت على السلطة واستولت على العاصمة صنعاء وسيطرت عليها. نحن إذا فرطنا في هذا الأمر، ما الباقي وما الداعي لمجلس القيادة الرئاسي؟ نحن فرطنا في رئيس شرعي منتخب
وأتينا بمجلس قيادة رئاسي كان التبرير أنه سيجمع كل المكونات العسكرية لمعركات تحرير صنعاء. فإذا ما أخلت بهذه الجوانب الهامة في 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 سيادة اليمن، في جزر اليمن، في موانئ اليمن، في الذات الوطنية، نحن نقول أن أخواننا في المجلس الانتقالي الجنوبي يحلم، حلمهم سيكون كحلم صوماليلاند أو كردستان العراق أو إقليم الباسك أو كيوبك في كندا. هناك من الأمثلة ما لا يعد ولا يحصى، الدول تتوحد والأمم تتوحد حتى في الدول المنفصلة، يعملوا اتحادات ويوحدون العملة. ونحن الآن مفترض أن نعالج أخطاء السياسيين والقادات التي قادت البلد إلى هذه الحروب من خلال دولة اتحادية، من خلال أقاليم، من خلال مواطنة متساوية، من خلال تعددية ونهج ديمقراطي. أما أن نزيف الحقائق ونقتص الأخبار حتى فيما يطلقه زعماء وقيادات تلتقي باب القيادة الشرعية، فهذه مثلبة كبرى وتفريط في السيادة الوطنية وتفريط في الثوابت الوطنية. ولن ينسى التاريخ هذه الخطوات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي، وسيحملهم جميعا بما فيهم الدكتور رشاد رئيس المجلس القيادة الرئاسي. نعم، إذن هو تفريط غير مطلوب من مجلس القيادة وخاصة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خاصة وهو يأتي على لسان غيره، لسان مسؤولين آخرين في مجلس التعاون الخليجي أو في مسؤولي الدول، مثلا السفراء الامريكي او البريطاني او حتى كذلك اذا فرنسا سعود اليك. ماذا ترى ايضا عميد ركن محمد عبد الله الكمين في هذه المساله؟ هل تعتقد ان تجنب الحديث عن مساله الوحده كلفظ او كصيغه في الخبر ملائم او يناسب مجلس القياده الرئاسي للحفاظ على تماسكه، وهو تنازل يقدم ربما من رشاد العليمي لعيدروس الزبيدي وللبحسني ولبازرعه من يتبنون خطابا انفصاليا واضحا في اطار الشرعيه؟ اولا اخي الكريم، لا نريد ان نحمل رشاد العيني مسؤوليه الوحده. احنا الان بنتكلم على مجلس قياده رئاسي مكون من اربعه من الشمال، لو افترضنا على اساس المحاصصه الشماليه والجنوبيه. اين القيادات الشماليه بكلها؟ اين طارق؟ واين سلطان عراده؟ واين عثمان مجلي؟ اسمح لي عميد، اريد ان اوضح الخبر. خبر رئيس مجلس القياده الرئاسي يخرج من مكتب الرئيس، وهو يا استاذ عبد الله احفظك، ارجوك بس دعني اكمل الفكره. انا الان لا اريد ان اناقش هذه الجزئيه فقط، لان الان بنتوه. احنا الان ماشيين في طريق نصنع خلافات فيما بيننا البين، الذي كان يفترض من بعد 7 ابريل، وانا كنت احد اعضاء مشاوره الرياض، وتم الاتفاق على ان تتحرك المعركه باتجاه صنعاء، وان تتحرك قواتنا باتجاه صنعاء، وان المجلس القيادة الرئاسي هذا كان مهمته الرئيسيه هو استعاده صنعاء سلما او حربا، بناء على البيان الاول الصادر من رئيس مجلس القياده الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وبناء على خطابه الموجه للشعب اليمني. وعلى ذلك احنا اعتبرنا انها مبايعه مننا لهم في اطار هذا المشروع. الان رجعنا فيما بنتابع حتى نختلف على موضوع البيان. احنا الان الشيء نعرف اين مجلس القياده الرئاسي فيما يتعلق بمعركتنا ضد الحوثي، اين الان معركتنا فيما يتعلق باستعاده صنعاء، اين الاخوه في القياده في الاخوه في الانتقالي الذي وقعنا معاهم اتفاق اننا نؤجل كل خلافاتنا حتى استعاده صنعاء، وان نؤجل كل مشاريعنا حتى استعاده صنعاء، ثم نتفق على شكل الدوله فيما يتعلق بعد الانتخابات. الان عدنا للخلف ورجعنا نختلف على سطر هنا او سطر هناك، هناك مشكله. الان يا استاذ عبد الله، الدكتور رشاد العليمي يعني كانه اشعر انه محصور لحاله، لا سلطان العراده اسمه لا يصرح، لا طارق محمد عبد الله صالح يصرح، لا عثمان مجلي يصرح، لا اعضاء مجلس النواب الا 3 أو 4 من اعضاء مجلس النواب، لا اعضاء مجلس الشورى، لا حكومه، لا مشايخ، لا نخب اعلاميه، كل الناس تتفرج نفس ما كان وضع صنعاء عندما سقطت صنعاء بيد الحوثي والجماعه بتفرجوا، اليوم نفس الوضع. الان كل المعركه باتجاه رشاد العليمي وهو كانه معزول، اين البقيه؟ أين البقية؟ أين بقية الشعب اليمني ونخبة الإعلامية والمثقفة؟ لماذا لا يدافعون عن الوحدة الوطنية؟ لأنهم اسمح لي، لأنهم خانوا الرئيس المنتخب وهو عبد ربه منصور هادي، وأتوا برئيس معين من السعودية، فطبيعي أن يكون الرئيس المعين من السعودية خاضعا للتوجيهات السعودية وليس خاضعا لتوجيهات اليمنيين ورغباتهم وثوابتهم الوطنية. إذا كانت السعودية يا وأنتم شهود على ما جرى في مشاورة الرياض. عبد الله، السعودية بتقول لك أنا مع وحدة اليمن واستقراره. المجلس التعاون الخليجي بيقول لك انا مع وحده اليمن واستقراره، الاخوه في الدول العربيه بيقول احنا مع وحده اليمن واستقراره، الرئيس المصري بيقول لك انا مع وحده اليمن واستقراره، كل العالم من الاصدقاء والاشقاء بيقول لك انا مع وحده اليمن واستقراره، ومعتمدين على مرجعيات الثلاث، مؤتمر الحوار الوطني والمبادره الخليجيه والقرار الاممي
2216 كلها تؤكد على وحدة اليمن واستقراره. أين نحن الآن من الوحدة اليمنية؟ أين نحن الآن من معركة استعادة الدولة؟ يعني الآن رجعنا نتراكم فيما بين البين، وهذا هو ما يخطط ويدار له. نرجع نشغل فيما بين البين ونركز على خطابة منا. الآن أنا أحمل المسؤولية كل أعضاء المجلس القيادي الرئاسي بشكل كامل، لأنهم أصدروا بيان يوم نقل الصلاحيات لهم من فخامة الرئيس السابق المشير عبد الرب منصور هادي، وقالوا أننا سنستعيد صنعاء. اللواء عيدروس الزبيدي اجتمع بنا في قاعة الإعلاميين وقال سنستعيد صنعاء خلال 7 أشهر. هذا كلام اللواء عيدروس الزبيدي، وعلى هذا صفقنا حتى قامت أيدينا تتكسر وإحنا نصفق لعيدروس الزبيدي. ورجعنا نختلف فيما بين، ورجع يتحركوا شبوة، ورجعوا يدوروا حضرموت، وشكلت اللجنة العسكرية والأمنية. إحنا نشتي معركة تتحرك القوات باتجاه صنعاء، نريد الأخوة الذي يدافع عن الوحدة الوطنية. الآن الجنوب يقول لك أنا معاملة توحد، كيف توحد مع بالجمهورية اليمنية؟ الآن مع مشروع إمامة ومشروع كانوت، وهذا فيه جزء من الواقعية. ليش أين النخب الشمالية؟ أين الصوت العالي؟ ليش ما نرفع أصواتنا ونبدأ نحرك معركتنا باتجاه الشمال؟ وأنا أثق أن الأخوة في القوات الجنوبية، وأنا متأكد مش أثق أبصم بالعشر، أن الأخوة في العمالقة والألوية والأنتقالي كلها ستقاتل معنا وسيشاركون معنا في معركتنا. نحاول نتحرك في معركتنا. تتكلم عميد، تتكلم وكأن الناس يمتلكون قراره. إذا كان العرادة هو مقيد لدى السعوديين، طارق صالح مقيد لدى الإماراتيين، والجميع لا يملك قراره. دعنا نعترف أنه كل أعضاء مجلس الرئاسة الذين أتى بهم السعوديين والإماراتيين يمتلكون قراراتهم من هذه الدول وليس من اليمن أو من الرغبات الوطنية. سأعود إليك عميد محمد عبد الله الكميم، وأذهب إلى محمد الصالحي كرئيس لتحرير صحيفة مارب بريس وأيضا متابع لهذه المسألة، ومن متى بدأ هذا السلوك لدى مكتب رئاسة الجمهورية في حذف تأكيدات مسؤولي الدول على وحدة سلامة أراضي اليمن؟ كمتابع أخي محمد، من متى بدأت ومن متى بدأ مكتب الرئاسة في هذا السلوك؟ منذ أتى أو قريبا؟ القضية أن الفكرة الموجودة حاليا، من يدير المشهد السياسي اليمني بشكل كامل؟ ندرك أن مخرجات نقل السلطة واتفاق نقل السلطة من الرئيس هادي إلى المجلس الرئاسي، كانت هناك قرارات وكانت هناك خطوات عملية لأجل توحيد الصف ولأجل دمج وحدات الجيش وأحداث تغيير في الهيكلة العسكرية بشكل كامل. ورأينا مرور عام كامل وأكثر لم يتم تنفيذ شيئا من ذلك. لا زالت القوات المنفلتة هنا وهناك، لا زال اصلا الخطاب الاعلامي الحاد من قبل اطراف معينه ضد الوحده وضد المجلس الرئاسي وضد الشرعيه موجود. عقبت احداث شبوه في حضرموت. لذلك المجلس الرئاسي المتواجد او القياده بالمجلس الرئاسي المتواجده في عدن ليس لها من الامر شيء. لذلك للاسف ان يتم اقرار وتنفيذ اجنده معينه تحت غطاء المجلس الرئاسي وهو مجبرين على ذلك للأسف، وهي حقيقة أن هناك إجبار وهناك بقوة معينة لإمضاء تشظية اليمن وتفتيت اليمن أكثر مما هو عليه، وبمشاركة من جميع أعضاء المجلس الرئاسي سواء الموجودين من الشمال أو من الجنوب. الخدمات التي يقدمها الآن المجلس الرئاسي لأجل تفتيت اليمن وتقسيم اليمن لم يكن يحلم بها أحد من الأطراف الأخرى يوما ما. تماهى المجلس الرئاسي مع المشروع الانفصالي ومع تقزيم مشروع الوحدة وإصلاح الخلل الموجود. نعم، أنت أشرت إلى مسألة المباشرة، وأن مجلس القيادة الرئاسي يتماهى مع التخلي عن مسألة الوحدة إذا كان الآخرون يهاجمون الوحدة، فما هو الذي يدفع رشاد العليمي عن حذف تأكيد مسؤولي الدول في الأخبار الرسمية للرئاسة على مسألة الوحدة؟ ما الدافع له؟ هي هذه، هل المجلس الرئاسي الموجود في مقر المجلس الرئاسي في المعاشيق، هل هو تحت إدارة، هل هناك إدارة للمجلس الرئاسي فعلية لمقر إقامته؟ هل هناك قوات أمنية وحدات عسكرية هي من تحمي هذا المجلس يعني هذا هو السبب الرئاسي؟ أم هو أحد الأسباب الموجودة أن أصلا ليس لديه القدرة على الحديث أو
المضي بشكل إصلاح المنظومة بشكل كامل ما دامت الاختلالات العسكرية والتشكيلات الأمنية المنفلتة موجودة. رأينا في أكثر من مرة يتم التهجم على قسم معاشيق وإرسال تهديدات عسكرية من هنا وهناك وحديث بلغة متعالية ومتعجرفة، لذلك لا يمكن أن يكون لديه قرار مستقل في ظل هذا الوضع، بل للأسف أنه هذا الوضع القائم أتاح تمرير الكثير من القرارات التي تخدم المشروع الانفصالي في اليمن. هناك الكثير من القرارات التي تم إصدارها، هناك تغيير في كثير من الشكل السياسي والمدني في المحافظات الجنوبية والشمالية لصالح هذا المشروع الأسد. رأينا قادة عسكري تم تعيينهم وغيرهم وهم يحملون العلم الانفصالي. يعني هناك تعقيد في المشهد اليمني، وهناك ازدواجية، وهناك مشهد غير مألوف. تجد قائد عسكري يتحدث عن الشمال والجنوب ويتم تعيينه وتكليفه بمهام عسكرية من قبل المجلس الرئاسي، لا يتوافق الأمران. هناك اختلاف كبير جدا وصعوبة جدا في فهم المشهد اليمني الذي هو معقد بشكل كبير. لكنك محمد اسمح لي، لكنك شرحت وكأن الأمور، أنت قلت ليس الأمر مجرد خبر يتم حذف في مسألة الوحدة من رئاسة الجمهورية أو أخبار رئاسة الجمهورية، وإنما هناك قرارات وهناك ممارسات وهناك أفعال تمكن لمشروع الانفصال منذ جاء بمجلس القيادة الرئاسي. هذا واضح وهذا ما أفهمه. نعم، رأينا كان الاختبار الأول للمجلس الرئاسي أحداث شبوة، فرأينا كيف تعامل المجلس الرئاسي وتعاطى مع القضية. نعم. وكيف تم يعني التفريط بقادة عسكريين ووحدات عسكرية وحدوية وتحت لواء الشرعية، وتم الجميع تفرج عليها أمام ما يحدثها من إزاحة ومن قتل ومن تهجير من قبل وحدات هي بالأساس لا تعترف بالجمهورية العربية الجمهورية اليمنية. نعم، إذن شكرا لك أستاذ محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مارب بريس، وابقى معنا سأعود إليك، وكذلك أيضا للأستاذ الدكتور عبد الوهاب العوج، وأيضا للعميد الركن محمد عبد الله الكميم، وكذلك أيضا اللواء محسن خسروف الخبير العسكري ورئيس دائرة التوجيه المعنوي سابقا في وزارة الدفاع، سيكون معنا أيضا كذلك عبر الزوم بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. ومن الواضح بأن موقف رشاد العليمي من الوحدة ليس موقفا حريصا على تجنب التوتر مع الانتقال، وإنما يبدو أنه سلوك بالفعل يتخذه ضد هذه الوحدة وتكريس لمطالب الانفصال، كما بدأ من خلال كلام الأستاذ محمد الصالح، وأتى بشواهد كثيرة ومنها القرارات العسكرية التي أصدرها رشاد العليمي منذ مجيئه كرئيس لمجلس القيادة الرئاسي. وإن كان الأستاذ العميد الركن محمد عبد الله الكميم لا يحمل المسؤولية وحده، وإنما يحمل المجلس بشكل كامل هذه المسؤولية. لواء محسن خسروف، إذا كانت هذه التصرفات أو هذا السلوك أو هذا التوجه ضد الوحدة اليمنية يأتي من أعلى هرم للسلطة في الجمهورية اليمنية، فما هي الخيارات الممكنة أمام الوطنيين من اليمنيين لتفادي الكارثة قبل أن تقع؟ المخرج استنهاض. نعم. الضمير الوطني، استنهاض الضمير الوطني، أن تشعر القوى السياسية اليمنية وقوى المجتمع المدني وقيادات وزعامات المجتمع الكامل، كل قيادات اليمن أن تشعر بمسؤوليتها الوطنية وأن يستيقظ ضميرها الوطني. نحن الآن أمام يعني بيعة بالمجان. وتخيل أن عيدروس الزبيدي أكثر رأفة باليمن من رشاد العليمي. يعني أحيانا يستحي كذا ويتكلم على استحياء وعن بعد، يتكلم عن الدولة في الجنوب. السيد اللواء الدكتور الأكاديمي الأستاذ رشاد العليمي يتكلم عن الضمير الوطني الجنوبي وحقهم في استعادة في تقرير مركزهم السياسي، يعني تقرير المصير، يتكلم يعني بشكل غير خارج المنطق، خارج العقل، خارج الضمير الوطني، خارج مفهومة الوحدة. يذكرنا بالكلام اللي قاله علي عبد الله الصالح في حقه، يعني كلام لا يمكن يخطر على بال أحد، ولا يتحمل المسؤولية مفردة. مجلس الرئاسة صحيح يتحمل المسؤولية ويعاب عليهم أن يسكتوا على مثل هذا الكلام،
وما زالوا في مجلس القيادة الرئاسي. احنا يعني انا مندهش يعني، وفي كل الوطن في حالة ذهول. هل هذا رئيس يمثل الجمهورية اليمنية ولا يمثل الضالع ويافع ولحد يعني؟ لماذا لا نقول انه يمثل السعودية هي التي اتت به، وهذا يعكس سلوك سعودي تجاه اليمن؟ لماذا تحمل الضالع ويافع في الموضوع؟ اقصد اشوف انا قابلت عشرات ومئات من ابناء الضالع ويافع وحدويين حتى صحيح عم. صحيح صحيح. والمفصلين والمرتزقة قليل، وهم طبعا ادوات عفوا الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. هذا الكلام صحيح يعني، لكن بقول لك يعني هم اكثر وطنية وحدوية من الدكتور رشاد العلي. الامارات العربية المتحدة واضحة، هم لا يريدون حرب طويلة الأمد منسية، ويتقاسم اليمن الموانئ والشواطئ والسواحل وإلى والمضايق. نعم. الكلام اسمح لي، كل هذا نعرفه، أن هناك سلوك، هناك توجه، 7 سنوات 8 سنوات تفهم حتى الحمار سيفهم. نعم. لكن ما هو المخرج، ما هو الحل؟ أنا قلت أمامنا كوطنيين يمنيين، أنا قلت لك في بداية وحده لا يكفي استنهاض، أن تستنهض القوى الوطنية اليمنية بكل ألوان طيفها، المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقيادات القبلية والاتحادات والنقابات والأكاديميين كل القوى الوطنية ينبغي أن تستشعر الخطر القادم الماحق لليمن. لا بد أن يحصل هذا يعني، وبدون هذا يعني تصبح النتيجة كارثية. يعني أنا أتخيل أنه يعني المملكة والإدارات تخطط لأن يتحول اليمنيون إلى هنود حمر في بلدهم، يعني غرباء عن بلدهم، غير مستحقين للمواطنة الكاملة. أنا يعني شيء يعني لا علاقة له بالإنسانية ولا بالوطنية ولا بالأخوة العربية ولا بالأخوة الإسلامية ولا بأي شيء آخر. اليمن تباع في المزاد العالمي لكل من الإمارات والمملكة العربية السعودية. نعم، شكرا لك اللواء محسن خسروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي سابقا بوزارة الدفاع والخبير العسكري المعروف، كنت معنا عبر الهاتف. وأعود إليك أيضا دكتور عبد الوهاب العوج، كسياسي وحزبي وليس كمحلل، ما الذي ينبغي على الأحزاب الوطنية إن كانت هناك أو تبقى أنها وطنية أمام هذا التنازل المريع من قبل أعلى هرم في السلطة عن أهم ثابت من ثوابت البلاد وهي الوحدة؟ وقد نجد مع الوقت أن هذا المجلس قد يتنازل عن الجمهورية. أستاذ عبد الله، يعني كما تعلم بعد صدور يعني كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يعني حدث صدور أيضا لبيان للتحالف الوطني الذي يضم الأحزاب اليمنية الداعمة للشرعية ومنها حزبنا حزب البعث القومي. البيان كان واضحا وشديدا اللهجة في التأكيد على الثوابت الوطنية ومن أهمها الوحدة اليمنية، هي المنجز الوحيد الذي أنجزه اليمنيين خلال 100 عام الأخيرة، وبالتالي في تفريط مخل، وحتى الأخوة الذين يدعون الانفصال هم سيدخلون في حروب بينية ويستعيدون أحداث 86. لا نريد الحديث عن الآخرين، هم لديهم مشروع ومن حق أي إنسان أن يتبنى أي مشروع. الكلام عن من قبل أن يكون مسؤولا عن رئاسة الجمهورية اليمنية وهو رشاد العليمي وأعضاء مجلس 8، ما هو الموقف منهم أنتم كأحزاب وطنية؟ المفترض أن يكون الصوت عالياً كما ذكر اللواء خسروف. نعم. وأنا أؤكد يعني وأزكي كلامه أنه لابد القوى الوطنية سواء في الأحزاب أو في قيادات الأحزاب أو ممثلة في التحالف الوطني أن تصدر البيانات وأن تعلنها عالية أن الوحدة اليمنية هي الطريق لنا جميعاً، وأن التنازل من قبل مجلس القيادة الرئاسي سواء كان في رئيسه أو في الأعضاء كاملاً أو حتى يعني لسنا جمهورية الموز حتى تتحكم بنا دولة الإمارات أو المملكة العربية السعودية، نحن دخلنا معهم بشراكة وتحالف، وبالتالي إما أن يدعونا في وضعنا المزري الذي نحن نعاني منه بمقاتلة الميليشيات الحوثي التي تهددهم وتهددنا. ميليشيات الحوثي لديها مشروع إيراني يريد إقامة الهلال الخصيب للشيعة،
ولكن هذا المشروع إذا تناسوه دخلوا في اتفاقات مع إيران وأرادوا أن يجعلوا اليمن ممزقة مهدمة، يجب أن يكون الصوت الوطني عاليا سواء من الأحزاب من القيادات وحتى من التشكيلات العسكرية. بمعنى آخر أنه حينما يستهدف الحوثي مثلا مناطق في مأرب يجب أن تشتعل كل الجبهات الوطنية ويكون هناك محك لكل اليمنيين بأننا لا نقبل إذا لم يكن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على بقاء اليمن موحدا وأن يكون هناك سيادة وثوابت وطنية، فعلى قيادات الأحزاب على كل من هو في السلطة وفي الشرعية أن يقدموا استقالاتهم، مجموعة من الوزراء يقدموا استقالاتهم، مجموعة من قيادات مجلس النواب ومجلس الشورى يجعل الصوت عالياً وتسلم كل يعني وتسلم والقادة. وتسلم قيادة البلاد لأصحاب هذا المشروع، وإلا لماذا هم أزاحوا هذه؟ يعني أزاحوا لك هذه نعم، ثم أنت تقدم استقالتك وتمكن أصحاب هذا المشروع التقسيمي للبلاد من مشروعيتك ومن السلطة. هل هذا هو حل؟ إذا لم يقم أعضاء الحكومة كوزراء كمسؤولين بدورهم بدون أن يمروا مشاريع الانفصال ومشاريع التشرذم، فإنه سيؤدي إلى الانفصال وسيؤدي إلى اقتطاع جزء من الشمال بيد الحوثي الكهنوتي التابع لإيران، وجزء من الجنوب سيكون تابع للإمارات فيما يسمى بمجلس انتقالي أو مجلس جنوبي. نحن نقول أن إذا لم يؤدوا دورهم في كل المواقع عليهم على الأقل شيء أن يبدأوا بالصوت ورفع الصوت. نعم. أنا أحيي مواقف الأستاذ عبد العزيز قباري وابن دغر وغيره من الوطنيين كالجواني وكالميسري وغيرهم، يجب أن يعلو الصوت وأن لا نسكت. الآن قيادات الأحزاب تسكت، أحزاب بكاملها تسكت وتتكلم اليوم عن فك الارتباط، تتكلم عن تقرير المصير، وهذا طبعا مخل. نحن إذا دخلنا في هذه المعمعة لن تتوقف الحروب في اليمن وستصيب المملكة والإمارات لا محالة. نعم. اليمن ستتحول إلى بركان يتقاتل فيه اليمنيين وسينتشر هذا النار إلى كل دول الجوار، وبالتالي من أجل تثبيت الوحدة وبقائها على أسس حقيقية على أسس مواطنة على أسس تقسيم الثروة والسلطة يجب أن يعلو الصوت من جميع ولا يوجد عذر لأي أحد. نعم. أنا أقول أن وزراء المشكلين لمجلس الوزراء يجب أن يقدموا استقالتهم بالكامل، إذا لم يبقى فيه إلا واحد أو اثنين سيشعر العالم المحيط بنا والخارجي ودول العالم أن الموضوع جد خطير وأن الموضوع ليس فيه مجال لأن نبيع ضمائرنا ونبيع وطننا مقابل تلك الأموال التي يحصلون عليها هؤلاء المسؤولين الموجودين في كل مرافق السلطة. نعم، شكرا لك أستاذ دكتور عبد الله بالعوج القيادي في حزب البعث العربي وأيضا الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز، وأنت أشرت بأن رفع الصوت والقول أن هذا خطأ التنازل عن الوحدة في أدبيات وفي أخبار وفي أنشطة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس القيادة الرئاسي هذا خطأ، ويجب أن يرتفع صوت جميع القوى السياسية وحتى أيضا القوى العسكرية في البلاد، وأن تقول أن التمسك بهذه الثوابت هو ما يعطي هذه الكيانات المشروعية من العليمي إلى أصغر موظف في الجمهورية اليمنية. عميد ركن محمد عبدالله الكومي إذن، وأنت أيضا ما الذي تراه أمام هذه المعضلة وأمام هذا التنازل الخطير عن ثابت من ثوابت البلاد وهو الوحدة؟ وقد نرى في يوم من الأيام أن يأتي العليم ومجلسه ويتنازل عن الجمهورية ويقر للحوثي بحكم البلاد بنظامه السلالي الكهنوتي. أنا سبقت وطالبت برفع الصوت بشكل عالي، ورفعت صوت بالنسبة لي رفع صوتي بكل قوة. نعم. أما إذا بس انتقالي عيسلم مثلا لو افترضنا أنه عيسلم الجمهورية فما عبش معه التجنو، فالوضع فعلا خطير ويستحق وقفة جادة. وأنا لا أريد فقط يعني حتى نكون في الصورة، لا أريد أن أحمل شخص واحد كل المسؤولية، بينما هو مكون هذا المجلس من 8 أشخاص، 4 منهم من الشمال، وأيضا إذا افترضنا أن هناك ما زال عضو أو عضوين في المجلس القيادي الرئاسي من الجنوب أيضا هم ما زالوا معنا في الوحدة، إذا افترضنا أن الدكتور عبد الله العليمي إضافة إلى أبو زرع المحرمين ما زلنا نظن فيه خيرا، لأنه ذات أيديولوجية سلفية وهو يعني أيديولوجية معروفة يعني، وبالتالي الجميع يجب أن يقف وقفة جادة، ابتداء من الدكتور رشاد العليمي، ويعلم أننا يجب أن نرجع إلى الاتفاق الذي بين كيمانيين، ونرجع إلى تلك المعطيات وتلك البنود والتي أقريناها جميعا ووافقنا عليها جميعا أننا يجب أن نتحرك باتجاه صنعاء ونستعيد صنعاء ونستعيد نظامنا الجمهوري. وبعد أن نستعيد صنعاء وأنا أقولها 20 مرة وأقولها 100 مرة، الأخوة في الجنوب أو الأخوة أصحاب النزعة الانفصالية في الجنوب، لأن الأخوة في الجنوب أنا أعرف ناس كثير جدا منهم محدوين، أصحاب النزعة الانفصالية في الأخير هم جزء من الجنوب
ولهم مشروع ويسعوا إلى مشروعهم وصوتهم ارتفع مقابل انخفاض الصوت الوحدوي. هؤلاء معهم مشروع في الأخير بعد الساعة الصنعاء نقعد على طاولة واحدة ونتفق على شكل الدولة وننظر إلى مظلوميتهم بشكل واضح وصريح ويتم معالجتها أما في إطار دستور جديد يضمن يعني حقوقهم في إطار شكل دولة جديد في إطار يمن اتحادي في إطار أقاليم يعني لنا في إطار فدرالي كونفدرالي كل الخيارات موجودة للشعب اليمني في إطار التوافق. وأنا أقول لك أننا نستطيع أن نتفق عندما كنا في الرياض هؤلاء الذين تسمع أصواتهم عالم بالانتقالي كانوا أفضل الناس وكانوا من أحسن الناس ولكن الحوثي غير الحوثي مع مشروع عنصري طائفي سلالي إمامي مرتبط بإيران وينظر لنا كعبيد بينما الأخوة في الجنوب خلافة نعم نستطيع أن نحلها على طاولة واحدة ونستطيع أن نتفق معهم على الشكل الذي يكون الجنوب مجمع عليه ونحن في الشمال نكون راضي عنه لأنه في الأخير شكل الدولة اليمنية شكل الدولة اليمنية بيقول إحنا جمهورية يمنية ولنا مؤسسة يمنية معترف بها عالميا وتحت هذه المؤسسة اليمنية يرتبط العالم معنا باتفاقات وهناك حقوق وهناك أمور كثيرة جدا حتى عندما نتكلم عن فصاله يعتبر الآن مستحيل فقط يجعلنا نتناكف فيما بين البين. وأنا أشاهد المنظر اليوم أستاذ عبد الله أتذكر 2014 وأتذكر 2011 كانت خلافاتنا ومناكفاتنا هي من أدخلت الحوثي إلى صنعاء واليوم إذا استمرت وخاصة الأخوة في الجنوب أصحاب النفس العنصري المناطقي وأصحاب النزعة الانفصالية وأصحاب خطاب الكراهية إذا استمروا في هذا الأسلوب فأنا يعني أخشى ما أخشى أن يذوقوا ما ذقنا نحن في صنعاء وأن ندخل في متاهات وأن ندخل في معركات تضيع علينا البلد بالكامل لا إحنا ولا هم نحن عن سعيد صنعاء ولا هم أي ينفصلوا وسنسلم اليمن بالمشروع الحوثي سلاما بسلام ولو كنا لو رضينا لو ضمننا أن هناك انفصال عاد فيها خير ولو ضمننا أن هناك انفصال يماني شمالي سنقوم في خير هناك الآن الأخوة في تهامة مع مشروع إقليم الأخوة في حضرموت معهم مشروع إقليم الأخوة في المهرة أيضا معهم مشروع إقليم يعني الوضع خطير وليس بسهولة كما يتصورها البعض نعم. يعني الوضع ما زال خطير بالنسبة للشعب اليمني ويجب على الجميع أن يحس وأن يبادر بالتحرك حتى بصوت أنا أعيب على الناس يا أستاذ عبد الله حتى أن لا تسمع منه الصوت تستخسر حتى الصوت نعم الرطة. نعم شكرا لك عميد روك محمد عبد الله الكميم الخبير العسكري كنت معنا عبر سكايب وإنه ينبغي على الأقل أن يرفع الناس أصواتهم وأنت تقول أن كثير من القوى السياسية لئيمة أو أنها تفضل الصمت وتفضل المكاسب على أن تتخذ موقفا وطنيا وتدفع لأجله الكلف شكرا لك أعود إليك محمد الصالحي لتختم هذه الحلقة وأيضا ما الذي ينبغي فعله من على الأقل من إعلاميين أنت رئيس تحرير موقع أمام هذا التنازل المريع إعلاميا على الأقل من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإن قلت أنت أنه أيضا ليس فقط إعلامي مجرد صيغة خبرية وإنما أيضا سلوك يقوم به مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه بالتحديد تجاه تمكين مشروع الانفصال طبعا الوسائل الإعلام اليمنية بشكل كبير هي تقف في صف الشرعية ودافعت وتعمل ولا نريد أن نحمل الإعلام اليمني أكثر ما هو فيه الإعلام اليمني مأساة وقصة مأساوية لحالها لا يمكن أن نتطرق في هذه الحلقة بشكل كامل لكن القضية أن على المجلس الرئاسي هو وأعضاء المجلس الرئاسي أن يقفوا وقفة جادة مع أنفسهم سواء من هو يدعم أو يحاول أن يفرق اليمنيين عن قضيتهم الرئيسية في مواجهة الحوثي وأن يكون هناك مكاشفة مصارحة التفرد بالمشهد لأشخاص معينين في المجلس الرئاسي وسكوت البقية مخجل في حق هؤلاء ندرك أن الكثير من هؤلاء الموجودين في المجلس الرئاسي أتوا من الميدان ولهم صولات وجولات ولهم حضور كبير في الفترة الماضية في مقارعة جماعة الحوثي الذين هم دمروا البلاد هذه الجماعة والسكوت في هذه المرحلة الحساسة والتنازلات التي تقدم في هذه المرحلة ستكتبها التاريخ عليهم يدركوا جيدا أن المناصب لا تدوم وأن التاريخ يكتب أي تلك المواقف التي نراها جميعا أنها لا تليق بالكثير من هؤلاء أعضاء المجلس الرئاسي هناك أعضاء معينين لديهم هدف معين في اليوم الأول ومدرك جيدا أنهم وهم يمتلكون مشروع
ويدافعون عنه ليل نهار. ولا نلوم كما تحدث أخي عبد الله لما قلت لديهم مشروعهم ولديهم هدفهم، وهذا حق أي طرف لديه مشروع ووجد أرضية وتنازلات من أطراف معينة أن يستمر في تحقيق هدفه بغض النظر إن كان على صواب أو على خطأ أو نراه نحن أنه ليس في وقته. ولكن القضية أن المجلس الرئاسي أتى لأهداف محددة، وكانت الشعارات أو العناوين البارزة لتقديم المجلس الرئاسي هي محاربة جماعة الحوثي أو إخلال السلام في اليمن. لم نرى لا سلام حل في اليمن، ولم نرى أي معالجة اقتصادية للوضع المعيشي لأبناء اليمن، ولم نرى خطوات جادة في إصلاح المنظومة العسكرية أو مواجهة الحوثي. لذلك جميع بل أن الحوثي استطاع أن يكسب الكثير من النقاط من خلال وجود هذا المجلس الرئاسي، سواء في تمديد الهدنة أو في المفاوضات أو في جعل الحوثي فرضه كأمر واقع بسبب ميوعة وتعامل المجلس الرئاسي مع القضايا الحساسة. نعم، إذن شكرا لك أستاذ محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب بريس، كنت معنا أيضا عبر الهاتف. وأشكر كذلك اللواء محسن خصروف كان معنا أيضا عبر الهاتف، وأيضا العميد الروك محمد عبدالله الكميم الخبير العسكري كان معنا عبر سكايب، وأيضا الأستاذ الدكتور عبدالله العوج الأكاديمي والمحلل السياسي. وبالفعل أن هذا مؤشر خطير وتنازل غير مبرر من قبل مكتب أو مكتب مجلس القيادة الرئاسي حول مسألة الوحدة وحذف ما يتعلق بها إن أتى على لسان غيره، سواء أمين عام مجلس التعاون الخليجي أو حتى سفراء الدول أو حتى زعماء الدول الآخرين. وهذه مسألة يجب أن تذكر كما هي على الأقل من باب المهنية الصحفية، إن كان رشاد العليمي يخجل أو يتعذر من مسألة الوحدة أو التأكيد على الوحدة كما هي في النظام الجمهوري اليمني أو في دستور الجمهوري اليمني الذي هو مطلوب وهو ملزم بأن يكون ملتزما به والذي يستمد منه أصلا المشروعية. إذن نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ألقاكم في حلقة أخرى أعزائي المشاهدين من حديث المساء، وفي أمان الله.